إفريقيا تحافظ على تصنيفها كأسوأ منطقة في مجال انتشار الفساد وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والخاص بالعام 2017، حيث حصلت على 32 نقطة من أصل 100 نقطة. وقد أحرزت موريتانيا تقدما على مستوى النقاط، حيث حصلت على 28 نقطة من أصل 100 بزيادة نقطة مقارنة بالعام 2016، لكنها تأخرت على مستوى الترتيب حيث انتقلت من المرتبة 142 إلى 143، فيما صنفت دولة ليبيا الأخيرة مغاربيا والحادية والسبعين بعد المئة عالميا، وصنفت الجزائر في المرتبة الثانية عشرة بعد المئة، فيما صنفت تونس الأولى مغاربيا والرابعة والسبعين دوليا، واحتلت المغرب المرتبة الحادية والثمانين على المستوى العالمي. وقد صنف التقرير جمهوريتي جنوب السودان والصومال كأسوأ دولتين بالقارة في مجال الشفافية، وتعتبر بوتسوانا البلد الإفريقي الأول الذي يظهر في تصنيف التقرير، حيث احتلت المرتبة 34 من أصل 180 دولة، وبعد بوتسوانا حلت السيشل في المرتبة 36، ثم الرأس الأخضر ورواندا في المرتبتين 47 و48، فيما احتلت ناميبيا المرتبة 53 وحل السنغال في الرتبة 66. فيما احتلت ليبيريا التي انتقلت فيها الرئاسة من إلين جونسون سيرليف إلى اللاعب الدولي السابق جورج ويا المرتبة 28 بعد المئة، محرزة بذلك التراجع 10 نقاط منذ عام 2012. وتراجعت جمهورية الكونغو الديمقراطية بخمس نقاط مقارنة بتصنيفها عام 2016، حيث احتلت في التصنيف الجديد المرتبة 61 بعد المئة.